على عينك. يلا شوفي على عينك. على عينك شوفي. يلا نود نود. يلا نسينك. حبيبي صباح الخير. صباح الخير. صباح الحمد لله. أمانك صباح شو هذاك الصباح؟ صافي دابا نجيب لك السيرة، نجيب عشية تلقاها كاينة. كاينة أتاي؟ كاينة أتاي. ما تفطريش؟ لا لا غنتسنى لبنى تتفيق نفطر أنا وياها. وليا لبنى كي دارت مع المدرسة الجديدة؟ مزيان غير هي قالت لك توحشات صحاباتها القدام. اجي قولي شنو درتي انت في الطاكسي الجديد؟ مزيان الحمد لله. روزمون معايا حمودة. حمودة ما تلقاش معاها مشكل، انت ويا راكم كثر من الخوت. قولي يا حبيبة غادي تمشي اليوم على البنك تشوف داكشي اللي درنا عليه ديال الكريدي ديال الدار ياك؟ حنان ما كرهتش ولكن خصنا نفضيو عندنا الكريدي القديم. وشنو دابا حنا نبقاو عايشين في ديور الكرا؟ حنان صبري شويه حبيبه ديالي، نقدر الامور ديالنا غير شويه بشويه. راكي عارفه حنا راه مقطوعين من الشجره وما عندنا لا حنين لا رحيم. الله يخليك لي يا حبيبتي. انت يا حبيبي الله يخليك لي وخلي لنا لبنى. كل كوي راه عندك نهار طويل. بارك عليا خويا هاني الله يحفظك. الله يخلفها سيدي. يلا الله يعاون. السلام عليكم. الله يخليك. طلع على البيت. طلع على البيت. اسمح لي. شريف. أشريف. أنت مصطفى راك نسيتي عندي في الطوموبيل. شكرا بارك الله. الله يعاونك أسيدي. سمح لي يا شريفة. وي ليلى صافا؟ وي ما تشري صافا شنو درتي؟ صافي انا راه جبت قضيه وجبت الحلو. انتي قلتي على حموده؟ ياه خبار ديري بالك باش ما يردش البال. انتي خالد راه دائما ناسي ليفيرسير ديالو انا اللي كنفكروا فيه. يلا من هادي وخرج نجي انا وحموده. صافي؟ صافي داكوغ. يلا ماشي. عرفتي هادي اول مره شي حد غيدوز معنا لانيفيرسير. شكرا بزاف حيت غادي يجيو. لا حبيبتي ما تقوليش هكا. يلا عاد وطارق. باي باي.
ياك لاباس تعطلتي عليا شويه. شدتني ليلى في التليفون. راك عارف العيالات سيرتو في هاد الوقيته ديال الخطوبه ما كيساليوش من الهضره. مالك عيان؟ كنحس بصدري مصيره ليا شي شويه. قطع عليك هاد المصيبه راه غتخرج على راسك. معليش لخرت الشهر غنمشي نشوف طبيب. لخرت الشهر غادي شي بلاصه نوصلك. حطني في القهوه اللي حدا مدرسه بنتي اللي ما كملات. عرضك سوارت صح والله اربعه الكورسات اللي كانوا صحاح عندي اليوم هما اللي دورت عليهم. اه هما كل شيء غير تخرج خير 5 دراهم 6 دراهم. الله يسلمك. بابا جا عندك داز مورا كيما طلبتي ليا. شنو جايب ليا؟ اوه زوينه بحال بنتي. يلا بنتي سير ديها بدل الزيمه ديالي. مالك حبيبه؟ هيا شي شويه. عرفتي اش غدير؟ غتكمل كوتي ديالك وتمشي للحمام. راني جمعت لك الحوايج ديالك الحمام باش تمشي ترتاح شويه. داكشي قال لي تحمله. تسخني معك شي ملويه حبيبي. واخا صافي. داكو يلا. كيفاش كتقولي سير الحمام سير الحمام؟ إذا كنت قلتها لك ما غاديش تبقى سوربريز. جويز انيفيرسار شيخ. ميرسي حبيبي ديالي. ميرسي. جويز انيفيرسار بابا. كلشي واش داتو ليلى وحنان؟ إيوا ليلى يخدمكم عليا. إيوا يلا حلوة ما كتسناش. جويز لا سنة حلوة يا جميلة. سنة حلوة يا جليل سنة حلوة يا خليل سنة حلوة يا جليل. يلا معي يا دبي. شكرا. عيان اخويا شي شويه. شوف شي طبيب. بارك عليك بارك عليك بارك عليك. الله يجيب الشفاء. الله يخدم. حموده عتقني اخويا عتقني عيان بزاف. انا في الزقه ديال حمام الشعب. الله يرحم لك الوالدين اللي ما شوفاش نخصو يدار. السيد راه عنده ازمه قلبيه. راني قلت لك اسيدي عندي تعليمات خلصوه عاد نقبلوه. اسبيس ولا شاك ماشي مشكل. انت شوفي غير عتقوه من بعد غادي نخلصوكم والله ما غنهربوا ليكم. راني قلت لك شنو كاين اسيدي والله غير سمح ليا راه ما عندي ما ندير انايا. واش بغيتي تخرج ليا لخدمتي؟ الله يرحم لك الوالدين اختي. انت شوفي حالته كيفاش دايره. الله يرحم لك الوالدين. فين هو شنو هكا؟ كنت في السبيطار العمومي ونتناو. السبيطار العمومي؟ ما عندي ما ندير لك اسيدي سمح ليا. شنو قالوا لك؟ غادي نضيع الوقت مع هاد الناس. كيفاش نضيع؟ شنو قالوا لك؟ غندوز السبيطار في المخزن. واش غنقال؟ واش غنقال؟ صافي 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 صافي
كتسلم عليك صح وصيفطات لك شي حاجه شوكولا ميرسي عمو حنان فين غاده ندير لك شي كويس ديالها هي وانا ماشي لا راني زربان لا تكسري كازيلات مره اخرى ان شاء الله راني بغيت نهضر معاك ياك لاباس كي دايره مع الوقت الحمد لله جمع كل شيء وقول الحمد لله اش درتي ليا في الخدمه يكون خير إن شاء الله راني كنقلب إن شاء الله أنا جبت لك هذه الأمانة غير قدي بها
حمود اخويا ما يمكنش ينقبل هادشي. كثرت عليك وانت راه تابعك العرس وبزاف ديال المصاريف. حنان انت راك اختي ولبنى راها بنتي، فلوس العرس راهم موجودين، وهاد الفلوس انا محتاجش ليهم دابا، هاك قدي بهم خلصي بهم بعد المدرسه ديال لبنى حتى يحل الله. ولا ما عرفتش اش نقول لك، كتحشمني. ما عندك ما تقولي ليا. المهم راكم خصكم تحضروا العرس، انا عارف ما عندك خاطر، ولكن غير اجي انت لبنى بدلوا الجو شويه. وهي الخاطر ما كايناش، ولكن ميمكنش نخليكم في نهار فحال هكا، ضروري نجي ندير شي بلاله. خصني نمشي دابا، ليلى راه كتسناني، راك عارفه الشطونات ديال العرس. عارفه العرس الرومينه ديالو، الله يكمل كل شيء بخير، سلم لي عليها بزاف. سلم عليك خير وربا. ايوا عندك ما تجيش؟ عندي. يلا باي باي. سلام. يا لا ما تنساش تسلم على ليلى وتشكر على الشوكولا اللي جابت لي لبنى. مبلا. مساء الخير لحنان. الحاج لاباس؟ الله يبارك فيك. هذا الحاج اللي كاري لنا الدار، وهذا حموده صاحب المرحوم. مشرفين مشرفين. عقلت عليه. كان حاضر في الجنازه ديال المرحوم. اي تماما تماما. داير لاباس؟ الله يبارك لك تبارك الله فيك. يلا حنان سلامة. تفضل الحاج تفضل. واحد دقيقة وانا جاية بنتي، جمعيت الكتب ديالك انا جاية. صافا بنتي كدير معاك القراية والمدرسة لاباس؟ لاله حنان. مرحبا بك الحاج. شي كاس ديال اتاي؟ ما كرهتش شي كاس اتاي من يدك، الله يعطيك الخير. شكرا لاله حنان، الله يعطيك الخير، الله يعطيك الخير. وكاس وش من كاس، الله يعطيك الخير. كاس زوين ميدة زوينين. لالا حنان كل شيء مزيان ما خص غير كل شيء في امان الله. اسمح لي الحاج راني عارفه راسي شويه بزلت وتعطلت عليك الفلوس ديال الكرا، راك عارف راني يلاه دابا مكافيه مع المصاريف والدراسه ديال لبنى. ان شاء الله قريب غادي نلقى خدمه ونرد لك كاع داكشي اللي كتسال. اعوذ بالله اعوذ بالله، ياك قلت لك ما جيتش على ود الكرا، الدار دارك وكل شيء ديالك، انا راه عندي ثلاثه العمارات والربعه راه كتبنى، غير عامر غير عامر وكل شيء ديالك. الحاج كيفاش الدار داري؟ لالا حنان انتيا مرا قاريه وفاهمه وزوينه، وهذا الزين ما خصوش يتكر في الخدامي، وانا موجود مره حيت كلي في المدرسه نجي نصوب شي كويس بحال هكا ونشربوه ونتمتعوا به وما يخصك حتى شي خير. لا واقيلا زدتي فيها الحاج. لا هادشي اللي عندي دابا، قريب نوجد لك الاخرين وندوز عندك. تفضل وعافاك. هادشي ما كملت حتى في الشهر ولا كان سبع شهور، زعما المرحومه خلصي حتى ريال. داكشي اللي كاين اللي عجبك هو هذاك، اللي ما عجبك سير المحكمه. حتى هذا نظر واخا لالا، حتى هذا نظر واخا. عيت ما تسلم ما يمكنليش. سمح لينا لالا.
مالك مقلقيك لاباس؟ لا ما كاين والو. اشنو واقع؟ شنو واقع؟ ساعتين ونحضر الخياطه كنتسناك تجي. راه سالي الخدمه معطل ومشيت عند حنان عطيتها شي امانه ومع الدرك كانت عامره يلاه وصلت. اها حنان والامانه واش سيدي نسيتي بلي العرس كيتسنى؟ داك الفلوس محتاجينهم حنا؟ فلوس العرس راني ما قصتهمش وحنان راه عندها غير حنا واش غنتخلاو عليها؟ لا سيدي تخلى عليا انا نيت. المهم قديتي غراضك مع الخياطه؟ اه. انت ناشطه دابا ما وقع والو اختاريتي داكشي اللي بغيتي. ماشي مهم انا المهم هي لالا حنان تكون مرتاحه. باش نشوف. تري بيان تري بيان. السلام عليكم. شي حاجه اخرى؟ لا سمحوا. هذه حنان البنت الجديده اللي ولات خدامه هنايا ميت لها راجلها وعندها بنيه كتقرا. يلا بدات غير اليوم. تقديت شوفي خدمتك دابا بصح عرفتي شكرا بزاف والله ما عرفت كيفاش نشكرك ما تصوريش شحال انا كنت محتاجه لهاد الخدمه الله يرحم لك الوالدين المهم الصالير راه ماشي شي حاجه مهمه ولكن المهم تعاوني بهاد الزمان يلا سيري ديري خدمتك مزيان باش تعجبي المدير شنو كنت غير بغيت نسولك معاش كنسالي الخدمه هنا علاش كتسولي بنتي كتسالي المدرسة مع الخمسة ونص وما كاينش اللي يجيبها حنا كنساليو من هنا مع الخمسة يلا سيري دير خدمتك كاملة وما تخرجيش من هنا تتسالي كل شيء إن شاء الله يلا شكرا لك بزاف مداولة في حلقة جديدة تحت عنوان استرجاع الحضانة واش هو كان مع شي واحد براني؟ كان غير مع بابا راه القانون تا هو عاطيه الدري غادي يبقى معاه الا تقبلتي في البوست ديال الخارج غادي معاك الولد بغيت نبعد انا وولدي ونعيشوا حياتنا كيف بغيت انا عيط ليه وقول لي حل المشكل اللي بينه وبينها بيناتهم جداهم هما المحاكم كاع شتي باك ونشافو تما كيفاش عايش والله تا هو غيقول لي خليه معاك جاد راه خدات ام سميره وسافرت بيه للخارج وبلا ما تقولها ليا واش كاينه شي محاوله ديال الصلح كنطلب اسقاط الحضانه مع طليقتي سميره وتعطيني ولدي جهد مداولة الأحد مساء على الأولى وجدوا المعلقة ديالكم اليوم كيري كيدير الياغورت بختورية كيري اللي كنعرفو ومذاق الفريز الجديد طبيعيا ياغورت كيري كيعجب الكبار والصغار اكتشفوا أيضا ياغورت كيري الممزوج أيه واخا اشنو بغيتي نجيب لك بيتزا وتفشى عليا مع راساتك صافي واخا ما غاديش نتعطل يلا بسلامة بغات بيتزا ياك متى انت بغيتي شي بيتزا واخا صافي غنجيبها لك نجيبك الشوكولا والبونبون سا
اسمح لي يا خويا حمودة، عارف راسي شويه كنتقل عليك. واش باغي نبقاو نعاودو نفس الهضره؟ لا واخا عاوتاني، انت راك عريس جديد ودابا راك مجوج والمسؤوليه ما خصنيش نبسلها لك. حنان، هادشي اللي كتقولي راه ما عنده معنى. ليلى كتعرف وراك عزيزه عليها، راه كانت غير تجي معايا غير مسالات وراها كتسلم عليك. مرحبا بسلامها، عارفه اللي كاين. الله يخليكم لبعضياتكم. امين. خذ شويه ديال الحلوه. شكرا اخلي. خذ ماما الحلوه، ما تكثرش منها دابا تضرك. حمود اخويا، انا كنت عيطت لك الصراحه على واحد الموضوع. دابا هاد لابارتمون اللي انا ساكنه فيها خصني نبدلها ياك، وما كرهتش الا زعما تلقى ليا شي دويره على قد الحال. يما كانت الموميه تكون نقيه والثمن ديالها يكون مناسب، يكون خفيف عليا زعما ما كثير. صافي فهمت، بارت ما غاليه عليك ياك، عرفتي كون كنت نقدر. ما تقولش بحال هكاك وبلا ما تكمل، انا عارفه اللي كاين. دابا المهم هو انني انا خصني نخرج من هاد الدار، والدار بسل عليا غادي جاي، وصراحه ما بقيتش نقدر نخلص ليه الثمن اللي كيطلب. حيد عليك هذاك الكارو، كلشي نوافق عليه الا هذا. اشوفه الصحراء مسكون، ساكنه فيه واحد المراه هي وبنتها صغيره، يبقى خيطي بيطي ونعنيو كمل في الدارو. ويلي لا قولي لي يا صافي. لا يعفو عليك حاج. لاباس لاباس، ربي يخليك بخير. الحمد لله. السلام عليكم حاجة، كدير بنيتي؟ الحمد لله كل شيء يتعب معاها. كل شيء مزيان الحمد لله، تبارك الله عليكم. الله يبارك. يبقى ناشر رجليك تم ما يستر، قفا غنوير.
مرحبا. لا ضروري نقص لك من الثمن، ما يكون غير خاطرك. ان شاء الله سيدي. مرحبا. ايوا عندك تبدلونا وتمشيو شي شركه اخرى. يلا مرحبا، مع السلامه. مدام حورية شحب خاطر حنان، ما قلتيش ليا كي جاتك السكنه الجديده؟ الحمد لله مزيان. والخدمه هنا عاجبك؟ لا كلشي مزيان، الله يكثر خيرك مدام حورية. حنان بغيتك فواحد المساله. الا نقدر. نهار السبت خارجه انا وراجلي النهار كامل، وخصني اللي بقى لي مع الوليدات في الدار. غادي ديري ليهم والو، طيبي ليهم غير الغدا وتقابليهم وغادي نخلصك. لا عيقتي مدام حورية، ما تقوليش بحال هكاك. نجي ان شاء الله ونطيب ليهم الغديوه ونقابلهم، ومن حتى شي حاجه خيرك صافق. لا حنا الخدمه خدمه، بلاتي نعطيك لا ضغيس. غير هو عندي غير واحد المشكل صغير، البنت ديالي ما كتقراش نهار السبت وما عنديش فين نخليها. ماشي مشكل، ممكن انك تجيبيها معاك للدار منها تلعب مع الدراري وتونسهم شويه ان شاء الله. صافي راني عرفت فين. صافي ان شاء الله نهار السبت غير قولي لي مع شو تلقيني عندك. ان شاء الله. يلا الله يعاونك. بالعكس راه هما اللي ضربوا لبنى، وديت معايا بنتي وخليتهم في بيتهم. ولادي ما كيضربوش وولادي ما كيكذبوش. ولدي ضربتك انا؟ والله ما قصيوش، انا نضربو راه بحال بنتي. حنان واش هذا هو خيري؟ واش انا امنتك على ولادي ودخلتك لداري وفي الاخر تسلخيهم؟ تكلم. ايه شنو واقع؟ دخل فوق راسك. لا عطيني 100 درهم خليتي لي شي ريال. بالك يا اختي شدي شدي. باب يلا يلا يلا. زيان تبارك الله، الشفافه ديال الخلا ولات تزيد على ولادي. راه مالك ما كيقصحتي معاها من الاول؟ انت دخل سوق راسك. لا سير جيبها، بقات ما تخرجش معاها. وراكي عارفه بان انتي الدراري بس لي من الاول. راه انت اللي بس، الله يهديك تخص راسك. انا بغات تسمع. Thank you.
التلفازه جاعله والتليفون شاعل. واش ويا الرحمه راني كنخلص الدور عالي. مزيان تبارك الله، التلفازه والثلاجه والتليفون سخط الله توا بزاف عليا هادشي. ياك ما دوك جوج دريال ديالكم اللي غيخلصوهم ليا. او لا واه ولا داك ولا ضربتهم. غنحمل الوالدين غادي ديري خدمتك كيف ما هي. مرحبا، ما بغيتيش طريق البيع لها في جهه اخرى. لا ما نسيتش، ها هو الدوسي وجدت. شوف سالي سي لو بانكا شوفي لا سيتواسيون كيفاش دايره، سي دي فيرمون دي فيرسمون غادي داكشي. هذيك السيده شنو سميتها؟ حنان. جيب لي قرا هذا الموقع وكحله وشي حاجه ناكلها راه باقي بلا غدا. واخا ميرسي. Normalement, une valeur de combien? Ou à un rangoula transitaire ou goulé à wesh noken? Hein? Et à dire la éducation, mon soré, waouh! Abdullah Khir Moujoud. A bien être nage. 70, 75 millions, on a un machin mouchkil. Miaga! C'est un cool khir. Ça va, machin mouchkil, on a les consignes de l'assistante au safety seat et tchak tchak dialk. Tu vois que l'alik, l'alk. تبارك الله عليك حنان، بغيت نقول تبارك الله على القهوة ديالك، ما كاينش بحالها. بصحتك. الله يعطيك الصحة. ريحي بغيتك. لا ما جاتش خصني نمشي عندي ما نقدي. حنان الله يهديك، أنا هو المدير، قلت لك بركي. محتاجني في حاجة؟ ياك محتاجة حنان راني محتاج وبزاف. قولي كيفاش دايرة مع الخدمة؟ كيفاش دايرة مع الوقت؟ لا مزيان الحمد لله. الحمد لله. كارتي دابا مع لا كريز ولا بديتي معنا ان شاء الله راه الصالير ديالك يقدر يتأوكمونتا إلى بغيت نقول إلا خدمتي مزيان. كعرفتي هذا الوقت ما الإنسان كيخدم خدمة كيتخلص كثر. خدمتي كثر غتخلصي كثر. إن شاء الله. اللي يحشمنا. واخا
نجيو عندي شي كليان اليوم في العشيه بين 4 و 5 د العشيه، غتبقى معنا في البيرو غادي تخدمي وتبغي يمشيو. غير هو شنو هذا؟ لا صافي ما كاين حتى شي مشكل ان شاء الله. سمعت حتى انا عندي وليدات. عارفه غير مسحه في هاد المره. لا هي انا كتسنى. طلبتها عليك وعارفه الوضعيه ديالك. هي الصراحه كانت مزيانه معايا في الاول، ما فهمتش اخويا كيفاش تقلبات عليا. وصراحه بلا حوريه انا ما يمكنش نبقى تماك. هذاك المدير مالو؟ المهم ماشي ضروري تعرف الديتاي، انا هذيك الخدمه خصني نبدلها وصافي. غير اجي وبدل الخدمه سهله باش تلقى خدمه اخرى؟ راه ما عندوش الصوره ديال الخدامي، ماشي سهل باش يلقى لك اخرى. زيد ما نساليش واخا حنان، انا غادي نحاول. اش غتحاول انت عاوتاني؟ اش غتحاول؟ تجلس ارتاح شويه، صبر، سخن بلاصتك بعدا، راه ماشي سهل تلقى واحده اخرى. ليلى عرضي على الناس. لك يا حنان. زوينه. ليلى ماشي مشكل، راه فاز. شتا فازا؟ ما عرفتش بلي حوايج عزازين عليا. ليلى علاش درتي هادشي انت؟ علاش درتي هادشي؟ علاش؟ حنان ما ضربيهاش. حنان ما ضربيهاش، راه غير كتلعب. حنان فين الهضره؟ باقي ما كملناش الهضره ديالنا. صافي مره اخرى غادي نموت. سمحي لي عليا. لا مساياش. كيفاش مساياش؟ انت كتبكي وتقول لي ما كاين راسي لاباس. قولي لي. انا ما كنبكي حتى شي حاجه. كيفاش ما كتبكيش؟ فين هي لبنى؟ راه ناعسه لداخل. لا غير قولي لي اش عندك. قولي. ولا الحاجه ضربت لبنى وبقى فيا الحال وصافي. صافي هادشي علاش؟ ياك اسمع، عمري ما ضربتها اول مره. على حنا بنيتي باش تربينا؟ لا انت عمر والديك ما ضربوك؟ وليديا تنشوفهم بعد. مالهم ميتين؟ تا الحاجة خلي داك الجمل راقد وصافي. ايوا الله يصاوب الله يصاوب علينا. نسيت كاع ما قلت لك هذاك الصقع اش دار فيا. اين الصقع؟ شكون؟ الحاج المعطي راجلي عارض لي على فصيلته خوتو خواتاتو عيالاتهم ورجالاتهم. ايوا مزيانة الجمعة والعائلة. لا ما عرفتيش هاد العروضة شحال غتقام عليا. وقال لك حقة ما حقة ديري لهم اللحم. والله لا داقوه من عندي، غندير لهم الدجاج. تا الدجاج مزيان. عندي صحته اللي غادي تريش وتطيب وتصاوب. قال لك حقا جيبي طباخه. عرفتي بشحال الطباخه كتخلص. حاجه الا بغيتي نعاونك ماشي مشكل، راه كنعرف نطيب. وكنت غنقولها لك بنيتي وحشمت. علي الله يرضي عليك، الله يخليك بنيتك والله يسهل عليك. علي الشلاضه واجد الدجاج صافي موجود غير واحد 5 دقائق وانا نجيو. لا لا خليك مع بنتك باغا نسولهم كي جاهم طيابي.
شي والو من الماكله. قولي بنتي قولي باش نعسي راه تعطلتي. الحصود تباصل من انا جمعتك شي شويه انت بالدريه شدي. لا لا يخليها الحاجه انا ولبنى تعشينا وغادي نعسوا الله يخلف. اويلي حشومه تردي عليا للحم انا الشيطان كيفاش تعشي انت وبنتك تعذبتي معايا الله يرضي عليك. شدي شدي صبحي على خير. وشوفي على خاطرك واخا واخا عندك مفاي ماشي مشكل. حنان قرعد ما بارده وشي قوافك وصافي انا كنجمع خليك شي مستخيص والله العظيم قسما بالله صافي هاني نازل عيان قولي ليا ما عنديش باش نخلص الذكرى ويكون خير الحاج. قولي ليا بعدا تيش كي تجيها صاحبتها صاحبتها زيد 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 ساكنة في هذاك البيت. سير سير عدا لا تحشمت معك انت اللي سمح لي جيت عندك بلا ما نعلمك. لا ماشي مشكل لاباس انت مزيان الحمد لله الله يخطيك شوفي حل هذاك الشيء معليش نخوي شويه هذا حيت لي شويه انت حالا جبت لك انا الخلاص ديال داك الشهر اللي ما كملتيش معانا. حنان اولا دورا فلوسك راك خدمتي فيهم ثانيا راني شفت كل شيء على عيني. المدير خاد راجلي وانا اختي باش مي انه بنجدها مريحة وزلقها لك خدمة لقيت
واحد المرأة وراجلها كبار في السن عايشين غير بوحدهم، عندهم ولادهم على برا في الخارج. المهم راه عاودت لهم كلشي، عاودت لهم بانك عندك بنية صغيرة كتقرا وهما قبلوا. شنو بالك؟ والله اختي ما عرفت. علاش ما عرفتيش حنان؟ واكلة شاربة ناسة وفلوسك ديال الشهر غادي تخبيهم. وهاد الناس بعاد؟ علاش؟ وراك عارفة غير على ود ليكول ديال لبنى. هما بعاد شوية، ولكن دابا راه تقدري تخلصي ليها ليكول ولا ترونسبور حيت عندك الفلوس. صافي كل خير. ما قلتلكش البارح اللي كيسول عليك حمودة قالك ما كتجاوبيهش في التليفون، شنو واقع؟ لا غير شي سوء تفاهم مع مراته بالحق. يكون خير ان شاء الله. فهمت. شوفي عفاك ما تعاودي لي حتى شي حاجه. صافي راه ما قلت ليه والو، راني وعدتو باش نلقى لك خدمه. انت هادو من عندي خليهم عندك، زيديهم ليك هاكي. لا اختي لا 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 لا. موسمي الخامس الحاج هاكا العصير ديالك. شي حاجه اخرى؟ شكرا يا بنتي الله يرضي عليك. نهار مشمش ليا ومشمش ليا مع راسك. حنان اجي تشوفي هاي النبته اللي قلت لك عليها. ايوا شفتي من بعد الشتا كتبدا تنوض وكتقضي على الورد. وهي زوينه صراحه. شوفي يا بنتي، شفتي الورده بحال المراه في شبابها، الا ما اهتميتيش بها غادي تدبل وحتى واحد ما باقي يشوف فيها. بين الحاجه كنتي بحال شي وريده فاش كنتي صغيره، كلشي كيحماق عليك. ايوا بنتي الشباب مشى مع مواليه، والله يكبرنا على طاعه الله ورسوله، والحمد لله كرمني ربي بهذا الراجل. ولد الناس ومعقول مهلي فيا، وتا حنا راه دوزنا ايامات زوينه وولدنا وليدات ولله الحمد. باش نقول لك الحاج الله يخليهم ليك والله يخلي لك الحاج حتى هو. لهلا يخطيك يا بنيتي. والولاد منين كبروا كل واحد فيه الصد، البنت هي في كندا والولد في امريكان، وانا راه ما بقيت كنشوفها بابنيتي غير فداك لورديناتور، وفين وفين باش يجيو للمغرب. علاش الحاج انت ما كتمشوش تشوفوهم؟ لا كنا كنمشيو مره مره، ولكن هانتي كتشوفي الحاج، وانا ما نقدرش بنيتي نمشيو ونخليه بوحده. باش نقول لك الحاج هذه هي سنه الحياه، الواحد ما عنده ما يدير، المهم هما يكونوا مرتاحين وعجبهم الحال. لا مرتاح، الله يعطيهم الرضا، الله يعطيهم الرضا ويغطيهم بالرضا. وبيني وبينك انا راه كيبقى فيا غير الحاج، مسكين كيبغي وليداتو وكيبغيهم بزاف، ما كرهش يبقاو معاه ويشوفهم ويشوف وليداتهم. هو راه ما كيقول والو، بالحق انا اللي حاسه به شي حاجه ناقصه. هادي ما تكون غير لبنى جات باقي لها. وسير بنيتي حلي على الباب عطيني الحلية. ابنتي ماما صافا كي داز زوينه، كي داز النهار مزيان؟ مزيان. يلا سير سير الحاج حبيبتي، وخليك ليلي وخليك ليلي حبيبه ديالي. مرتاحين مع دوك الناس؟ لا الحمد لله مرتاحين. حتى كيتعاملوا مع لبنى مزيان بحال بنتهم. لبنى كتقري مزيان؟ مزيان، ولكن ترونسبور كيجيب لي الدوخه. صافي غتولفي وما يبقاش يجيب لك الدوخه. صافي شكرا. بارك الله فيك. شكون اللي كيصوب لك هاد الكرينات؟ شكون من غير ماما؟ ليلي شوفي هاد المرة إلا خصاتك شي حاجة قولها لماما كتعيط ليا ونجيبها لك. صافي صافي.
ميرسي عمو. ميرسي عمو. يلا هاك اشربي. يلا هاي يلا. الله عليكم، كنحسدكم ما شاء الله عائلة سعيدة جدا. ليلى؟ ليلى شنو كديري هنا؟ ممسلش كدير هنا، قلت لي بلي عندك شي غرض بغيت تقضيه، وهذا رونديفو. ليلى مالك تهضري بحال هكا؟ واش حماقيتي؟ حمودة خويا زعما. عرفت اخوك باينه. ليلى ليلى خدي كرسي وجلسي معنا. ما عندي فين نزاد انا، شفت كلشي بعينيا، قالوها اليوم ما تيقتش. كيفاش ما تيقتي ولا تيقتي؟ قلت لك خدي كرسي واش جلسي معنا. ما عندي فين نزاد قلت لك. خرج مع لاله حنان مرت صاحبك، غير ما تصل مرحوم جيتي كدور بصاحبو. ليلى ليلى راك فاهمه غلط، راك كتخربقي. ليلى واش حماقيتي؟ حماقيتي. بس تهضري بحال هكا راه حموده خويا. قولها لراسك خوك. ليلى ليلى هذه حنان اختي، هذه متشرفين. ليلى مرتو. كيفاش ليلى مرتو؟ تاش كتخربقي كتدخلي وتخرجي في الهضره. كيفاش ليلى مرتو؟ هذه راه حنان اختي ومرت خويا الله يرحمه. مات لك الراجل جايك تدوري بصاحبو، احترمي البنيته اللي نعسى لك تافك. لا واقيلا زدتي فيه، حماقيتي. لا خرج لي العقل. اسمح لي حقك. حنان 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 تما بلاصتك، حبي توحشتك. انا جيت طلب لي شي عصير بارد نبرد الاعصاب هادو ويقودني. اماتشي ولا ما نستاهلش حاجه غاليه في القهوه، انا غير ديال الدار. هاد الباليزه هنا؟ هاد الباليزه فيها حوايجي، غادي نخوي الدار ما بقى لي قاعد هنا. كنت كنصحبك غادي تعتذري من بعد ديك الشوهه اللي درتي في القهوه، ساعة انت غير زايده فيه. ايوا لا لا انا غنخلي لك هاد الدار ترتاحي فيها، انا اللي غادي نمشي. Thank you.
دكتور طمني على الحاجة عافاك. شو نقول لك الحاجة؟ حاولت معه ولكن أجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. باش نجي ندوز مع رمضان ديال العام اللي فات. عرفتي ملي كلي الدراري كيقراو سكت، حسيت بيه تقلق. قال لي مسكين مره غير خليهم يدويو معايا في التليفون. تي غير رمضان واحد، انا 5 سنين ما رجعت للبلاد. مرحوم الله يرحمه كان كيجي فولي غير في التصاور. اخر مره قال لي واش كتعلموا العربيه؟ الله يرحمه يا ربي في هاد الليل. الله يرحمه ويسع عليه. الله يرحمه. هاد القهوة راه 2 ساعة بعد طلبتها. شنو قلتي لي سميت هاد الخدامة؟ ما عرفتش حنان، يلا قلتها لها. هاد حنان ما عجبانيش أنا. ما كتصرف مع الحاجة بحال شي وحدة من بناتها. خصنا نشوفو معاها شي حل. تانا داكشي اللي بان ليا. ولكن ما بقى قد ما فات. اش غتبقى دير هنايا؟ تبغيو شي حاجه اخرى؟ نو ميرسي، ملي غنبغي كنعاود نعيط لك من بعد. نورتو داركم. هضرتي مع الحاجه؟ دويت معاها، قلت لها خصك تمشي معايا لكندا، ومره تمشي لعندك انت لاميريك. اصلا الفيلا والبلاد خصهم يتباعوا، راك عارف. شنو كان جوابها؟ شنو قالت لك هي؟ بقات كتشوف فيا وسكتات. امينه خصك تعاودي تهضري معاها، قنعها بلي ما بقى ما يدار عندها في هاد البلاد. الحاج الله يرحمه اللي كان راعيها راه مشى، وزيدو حنا راه محتاجين فلوس ديال ديك الارض والفيلا، كلشي خصو يتباع. وي راني عارفه، خصني نعاود ندوي معاها ونقنعها باش ما كان. ما تخيتي هادي شنو سميتها قلتي لي؟ حنان ولا ما عرفت شنو. هاد حنان خصها تمشي بحالها وفي اقرب وقت، خصها تمشي بحالها باش هكا تقدري تقنعي الحاجه تمشي معاك لكندا. أنا ما عنديش معاها، خاصها تمشي في حالها. يا ولالا هادي قصتي العجيبة، وقصة عندك أصاحبتي. سمية أختي سمحي لي إلا برزتك معايا. اختي راه دارت بيا الدنيا ودخلت وما عرفتش، فكرت فيك غير انتي بعدا نهضر معاك واخا غير شويه. ما تقوليش بحال هكذا صاحبتي، واش نسيتي الايام الزوينه اللي دوزنا في الخيريه وداك الشيء كامل اللي دوزنا في لافاك؟ صراحه كانت ايام صعيبه، الحق زوينه شي. واخا ما كانش عندنا العائله ديالنا وما كناش كنعرفوهم، كنا عائله واحده، كنا فرحانين ياك. اجي بعدا واحد حموده اش خبارو؟ هو اللي باقا كنشوف، قال لك لاله دابا تا وراك بير تجوز. يا اختي ما كيسولش فيا في مره. هاي هضر غير مسكين، هالخدمه والطاكسي هدوه. كاينه. اجي بعدا انت شنو غديري؟ اسكتي والله ما عارفه اش غندير. راني دخلت والله دابا خصني نلقى السكنه. مشيت عند ديك السيده اللي كنت ساكنه عندها، لقيتها كرات هذاك البيت اللي في السطح، ولاو لي واحد الكارتونيا مشيت لها بحق اختي غاليه عليا بزاف ما نقدش. وخرجت لزابارتمون راكي عارفه. واش سهلة صاحبتي تلقاي شي ابارتمون في هالوقت؟ انا ولا كيبان ليا غنمشي نشوف شي بيت مع الجيران في شي حي شعبي على ما صوب سيدي ربي. دخلت والله. اسمعي، انا ساكنه في واحد لابارتمون فيها جوج ديال لي شومبر، كنت ساكنه معايا واحد خيتي وراه مشات فحالها. الا بغيتي جي مرحبا بك. اش بان لك؟ وفين جات اختي هاد لابارتمون؟ هي قريبه هنايا ما بعيداش. شوفي الثمن اللي قديتي عليه ما يهمكش. اختي عرفتي واش كدوي بصح؟ والله ما عرفتش اش غنقول لك، عرفتي راه غتعتقيني. سمعي، الا ما نقدر نضيعو الوقت دابا
يلا معي نمشي نشوفو الدار. كنمشي عندهم لكندا وامريكا غير كنت كنوصل كنولي نفكر رجع لبلادي بالحق مع من تهضري. قالوا لي ورقك موجودين وما نمشيو حتى نديوك معانا. اش غادي نقول لك ابنتي؟ غير الله يدير تا ولد الخير. معليش الحاجه ما تلوميش عليهم، بصح كنت هما راه خايفين عليك وبغاوك تبقاي قريبه وعينهم عليك. اش تبقاي ديرين الحجر؟ الله يرحمه تبقاي بوحدك. الله يرحمه، انا ما لمتهمش بنيتي، الله يعطيهم رضا. انا بقيتي فيا غير انت. المهم خدي هاد الامانه، الله يعطيك رضا، قدي بها حتى يسهل عليك الله بشي خدمه. لا لا الحاجه ما نقدرش نخدم منك شي حاجه، والله الا خيرك مغرقني الحاجه. وعافاك بنيتي ما ترديهاش لي في وجهي، وخدي هاد السنيسله ها هي، بغيتك تفكريني بها. ناخذ الفلوس ولكن السنسله لا بزاف عليا وما نحيدهاش ليك. والله ما نحيدها لك الحاجه. وشوفي راك بنيتي وكثر وتستاهلي كثر من هادشي. هاد السنسله ديال الذهب انا ما بقيتش محتاجها لا هنا ولا لهيه، خليها لك بنيتي دوير زمان وخليك تبقي تفكريني بها. الله يعطيك الرضا، الله يعطيك الرضا. حبيبتي تعطلتي بزاف الناس. وييه ريحة زوينة عندك، شنو طيبة؟ أنا لا لا شنو طيبة؟ شوف سخون. بغيتي تفطري بعدا؟ هذاك الكارو على الريق راه بزاف عليك وعلك على صحتك. والو اختي ما تقول، خصني ضروري زين كيما هذا الكارو شربت كاس القهوه عاد كيتحلو عيني. الله يهديك شنو نقول لك. قولي لي اختي سميه، هذاك الريستورون اللي دابا انتي خدامه فيه ما يحتاجوش شي وحده دير سيرفيس ولا طيب ولا دير اي حاجه؟ ما فهمتش علاش كضحكي، قال شي حاجه كضحك؟ لا غير هو ما كيحتاجو، ولكن واش تقدي انت ولا لا؟ نقدر الخدمه هي نقدر، ماشي مشكل، انا ندير اي حاجه. وارتاحي بعدا ونشوفو من بعد ان شاء الله. انا هنا حمد، انا بغيت نهضر معاك. والمره الا بغات تسافر راجلها فين كاين ما كيوقف طريقها والو. انا اللي اتصلت بمصطفى باش يدير معاك رونديفو هنا حيت بغيت نجلس معاك. واش انا جبتيني باش نجلس بوحدي؟ أجي يا الزين، أجي عيب مني. وقلت ليك أنا كان بغيك أنا. جلسي
نوضي نوضي خدمي لي الموسيقى نوضي. شحال كيقصر بنهار. سمعت صوت الصباح. الموسيقى. شحال من مره قلت لك بلي حنا راه بحال اختي والمرحوم الله يرحمه في النار كان كثر من خويا، ولا كنتي كتظني بلي راه عندي شي علاقه مع حنان؟ راك غالطه، ولا ما كانش الثقه بيناتنا راه ما عندناش اش غنكملوا. واش مبغينيش نغير عليك؟ راك راجلي. هذا راه ماشي غيره، هذا راه مرض. حتى انا راه كنغير عليك ولكن في حدود، ولا ما كانش الثقه بيناتنا كيف قلت لك ما عندناش اش غنكملوا. مالي في الكوميسارية؟ شوفي السين، هذه هي القصارة. هزي شوف اسمعني، أنا راه جاي باغي نقصر، باغي نشطح، باغي نعيط. شوف أنا شوف غير يولفوا وكل نهار كاين غير القصاير، ما يكون غير خاطرك. أنا باشا. يدخل لي الراسي داكشي اللي قلتي لي عليها في التليفون. حتى انا كون ما شفتش بعيني والله ما نتيق. سميه كانت كتقرا مزيان ومربيه ايامات الخيريه، ما فهمتش وصلها لهادشي. المهم ما خصكش تبقاي ساكنه في هذيك الدار. عارف داكشي علاش انا كنقلب على فين نسكن في اقرب وقت خصني نخرج من تما انا وبنتي. عرفتي اش غادي ديري؟ اجي تسكني معانا وحتى تقلبي على شي دويره على قدك، وديك الساعه سيري الله يعاونك. لا لا شوف اخويا حمودة من الاحسن بلاش، غادي غندير لك مشاكل. راني هضرت معاك، ليلى رندمات على داكشي اللي دارت وراه هي اللي قالت لي نعيط لك، غير اجر ما غيكون حتى شي مشكل. مالك سكتي؟ لا غير طاحت لي في بالي شي حاجه وصافي. فاش كتفكر؟ كي قال لك درت لها مكضحك عرفتي شنو؟ كنفكر ندير برمي ديال الطاكسي. وعلاش لا؟ وانا معاك حتى تاخذ هاد البيرمي ديال الطاكسي. مالو غادي خلعنا؟ الو 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 حموده كتسمعني؟ الو 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 ما سمعتكش مزيان حمود اخويا الله يعطيك الصبر واش قدرت تجي ديني؟ خليتها الغدا ونجي عندك. لا لا ما نقدرش نتسنى حتى الغدا. سميه راه دايره روينه على برا وما عرفتش حتى توقع شي حاجه وخفت على لبنى. حنان بس راه كنسمع الصداع. الو 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 وي كتسمعني؟ انا ما كنسمعش مزيان. الو الو
كتمعني دابا؟ اه شويه دابا كنسمع. قلت لك واش تقدر تجي ديني دابا؟ خلي تنغدى. ما يمكنليش نتسنى تنغدى. ما عرفتش السميه راه دايره الصداع على برا وما عرفتش انا خفت على لبنى وخفت لا توقع شي حاجه. انا غنجي عندك دابا غير واش دير انا موجوده غير اجي. واخا صافي شكرا. كاين مع الجيران وهذا امر تفتيش ويا الجيران غيبقاو مقابليني غير انا تهضر بزاف ما يتلقى حد الموسيقى في دارو قلت لك سكتينا مالك اسي سيد العميد انت انت شوف معاش عيطات ليا كنت غادي نجي ناخذها عندي للدار حنان امراه شريفه غير الظروف اللي خلاتها تسكن مع ديك السيده هي رميت لها الراجل ولكن الظروف خلاتها تسكن في هذيك البارطمان وملي عرفت ديك السيده كانت غادي تخرج منها الله يرحم لك الوالدين سيد العميد ما تحكمش عليها راه مشات توسخ لها الدوسي ما بقى حد يخدمها هيا مراتي غادي تجي باش دي بنت حنان وسولها غتاكد لك كلشي داكشي اللي قلت لك الله يرحم لك الوالدين السيد العميد حتى مولات الفرط ما اكدت لنا نفس الكلام على حنان هات تفضل الله يرحم لك الوالدين تاكل بنتي همبرجر همبرجر بدي بنتي تاكل همبرجر
عشان عارفكم كنتوا تبغونو كديروا لايك وكنت ابونا وكنت بارطاجو وكديروا كل شيء. المهم كنا ضاحكين والا بغيتوني لعبة اللعبه خلينا نوصل المقطع الى 300 لايك. اوكي ودابا نقول لكم مع السلامه. اللي كنتي اول مره كتشوفوا جوج الصنداره شوفوا الجاش اتفرج عليك ابوني واتفرج عليك لايك اتفرج عليا بلير اللي بات الفرق عندك. اوكي ودابا نقول لكم بسم الله. اي ستار حنا نسولو دابا تشارلي واش انا في الدار؟ وات ذا فاك هاو عرفها قال يس مسخوط بوالدتنا هذا دابا بحال اكينا الطوشيرة هذا صور تشارلي واش انا لابس كاسكيطة؟ وات عرفها قال يس انا نسولوش اسئلة اخرى.